هو غادي يعني هل هذه الأخبار صحيحة؟ هل صحيح أن الجسر تتساقط منه الحجارة وهو متصدع بشكل كبير في هذه الأثناء؟ نعم كاترين، صحيح الصورة التي تشاهدونها الآن مباشرة من أمام جسر الكولا يعني لا تختلف كثيرا عن ما كانت عليه المنطقة منذ دقائق بعدما اصطدمت شاحنة في أطراف جسر الكولا، ما أدى إلى سقوط بعض اللوائح الإسمنتية، ما أدى إلى حالة ذعر في المنطقة، خصوصا وأن المواطنون هنا سمعوا صوتا قويا أشبه بذوي انفجار. إلا أن الحقيقة هي كما ذكرنا شاحنة التصقت بجسر ما أدى إلى سقوط اللوائح الإسمنتية. ولكن ليست المشكلة فقط تعود إلى الشاحنة أو إلى صاحبها، بل أيضا كاترين هذا الجسر منذ سبعينيات يعاني من بعض حالات التصدع، إلا أن اليوم هذا الحادث الذي حصل أعاد فتح هذا الملف، ملف جسر الكولا. وأيضا حضر إلى المكان رئيس البلدية جمال عيتاني، رئيس بلدية بيروت، وكلف فرق هندسية لمتابعة هذا الموضوع، لمتابعة أيضا حالة جسر الكولا، كما نرى بعدسة الزميل سلام يونس. أيضا اللوائح الإسمنتية يبدو ظاهرا كم هي قديمة وبحاجة أيضا إلى بعض الترميم. هذا ما ستفعله بلدية بيروت حسب ما شدد رئيس البلدية عندما حضر إلى المكان برفقة فرق هندسية، لعل هذه الحادثة أيضا لا تتكرر. وشدد أيضا وطمأن المواطنين بأنه يمكنهم المرور على هذا الجسر، لا. ليس هنالك أي مشكلة أو أي خطر على حياة المارين على هذا الجسر، إلا أنهم سيتابعون الملف كي لا تتأزم حالة جسر الكولا التي كما ذكرنا يعاني منذ سبعينيات من مشاكل في التصدع. وأيضا ترون مباشرة الصور التي تظهر أيضا تصدع جسر الكولا. نعم غدي. وأيضا الحجارة التي تساقطت منه وهي تابعة للوائح الإسمنتية التي صدمت فيها شاحنة. نعم كاترين. طبعا، وكان من الممكن أن تسقط هذه الحجارة على رؤوس المواطنين المارة من تحت هذا الجسر وهم بالمئات وربما بالآلاف يوميا. صحيح، من حسن الحظ أن لم يكن هنالك مواطنون تحت الجسر مباشرة أو تحديدا تحت مكان وقوع اللوائح الإسمنتية. هذا الحادث لم ينتهي يمكن القول مع انتهائه، بل أنه يمكن أن يتجدد في أي لحظة، خصوصا وأن وضع الجسر بحد ذاته غير جيد وبحاجة أيضا إلى مراقبة جدية كي لا تتكرر هذه الحادثة بحوادث أخرى تكون أكثر خطورة على المواطنين وعلى المارين من هذا الجسر.